وافق مركز حماية وحرية الصحفيين الدليل الإعلامي لتغطية الانتخابات اللامركزية بمشاركة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب معالي الدكتور خالد الكلالدة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية معالي المهندس موسى المعايطة. وبيهدف الدليل الإعلامي لمساعدة الصحفيين على القيام بتغطية مستقلة ومحترفة للانتخابات اللامركزية. تفاصيل أوفى حول الدليل الإعلامي بالتقرير التالي. أكدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب على الدور الهام والحيوي للإعلام في العملية الانتخابية حتى في حال رصده للسلبيات إن وجدت، إذ يساهم ذلك بتلمسها والسعي لعلاجها وتصويب أي أخطاء مستقبلاً. جاء ذلك خلال إطلاق مركز حماية وحرية الصحفيين الدليل الإعلامي لتغطية الانتخابات اللامركزية بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده. وقال الوزير المعايطة بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني أن مشروع اللامركزية جديد على كل أطياف الدولة الأردنية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى إعطاء دور للمواطن في صنع القرار التنموي في منطقته التي يسكن بها، وأكد أن دور الإعلام المهني والحيوي في التوعية والتثقيف هام، ورصده لأي تجاوزات إن وجدت لكي يتم تلافيها وعدم تكرارها في المستقبل. مشروع القانون المركزي الذي أقر هو قانون جديد، ولأول مرة سوف تجري انتخابات لمجالس المحافظات في الأردن على أساس قانون اللامركزية. أهم شيء كان مهم قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى والهيئة المستقلة للانتخابات في توعية المواطنين حول مفهوم القانون، وبدأ هذا الكلام يعني هذا الجهد من 6 أو 7 أشهر، وفي عقد لقاءات مباشرة تم عقد أكثر من 200 لقاء مباشر في مختلف بلدات الأردن عن طريق الإعلام، عن طريق السوشيال ميديا، وتم توضيح قانون المركزية، مفهوم هذا القانون، وأهم شيء توصيل الرسالة الأساسية للمجتمع أنه هذا يهدف إلى أنه هذه القانون ومجالس المحافظات تهدف إلى زيادة مشاركة المواطن في صنع القرار التنموي وتحديد أولوياته في منطقته، بدل أن يكون كما كان سابقا الحكومة المركزية هي التي تقرر نيابة عن المواطن. وما معنى مجلس المحافظات وعدد مجلس المحافظات وكيفية انتخابه وما دور المجلس في المستقبل في تحديد هذه المشاريع، وأيضا في تحديد دليل احتياجات المحافظة والتقاء في الناس للاستماع مع مواطنيهم. وكان هناك جهد كبير، وهذا جهد المشكور اللي يقوم مؤسسات المجتمع المدني مثل الجهد في إعداد دليل أيضا للامركزية للصحفيين هو جهد مشكور، وكان لنا شركاء عدد كبير من شركاء مؤسسات المجتمع المدني. من جانبه أكد الكلالدي على دور الإعلام في تسليط الضوء على النقاط والمحاور المخفية والبعيدة عن مرأى الهيئة المستقلة للانتخاب ودوره الريادي والرقابي والمحايد الذي يساند العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الدليل الإعلامي الذي أعده مركز حماية وحرية الصحفيين تم بالتعاون مع المستشار القانوني في الهيئة تلافيا للوقوع في أخطاء أو مطبات قانونية. وأكد أن الإعلام نافس الهيئة بدورها التوعوي والتثقيفي، وهذا مصدر فخر لنا، وصفا الإعلام بأنه عين الناس. أقامها مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة إطلاق الدليل الإعلامي، هذا الدليل الذي يحوي مواد توعوية تثقيفية ويؤطر عمل الرقابي والتوعوي الإعلامي بالشكل الصحيح. هذه ليست أول مرة يشارك فيها مركز حماية وحرية الصحفيين في الانتخابات، سبق كما تفضل رئيسه الأستاذ نضال منصير أنه حديث من 17 عام يقومون بذلك. أنا على المستوى الشخصي تشاركت معهم بالعمل في الانتخابات البرلمانية، وقدموا في حينها ملاحظات مهمة ولعبوا دورا مهما ورياديا في تأطير منهجية العمل وكتابة التقارير وإرسالها إلى المركز. الجسم الإعلامي الأردني يستطيع أن يفاخر بأنه قام بعمله في الانتخابات السابقة على أكمل وجه، لعب دورا توعويا تثقيفيا أتت أكله إلى جانب مؤسسات أخرى في تقليل عدد الأوراق الباطلة إلى نسبة قد تكون لا تذكر بالنسبة إلى عدد المصوتين، وكذلك بتقاريره ورصده اليومي ورقابته على الانتخابات بشكل محايد كان يفيد الهيئة والقائمين على العملية الانتخابية أولا بأول بتقاريره التي كما ذكرت كانت على درجة عالية من المهنية، وكذلك
وسائل الإعلام بكافة أشكالها سواء كانت المرئي المقروء أو المسموع عندما كانت تتناول جانبا أو تسلط الضوء على جانب أو مسألة في قانون الانتخاب أو العملية الانتخابية كانت تبعث على إنشاء حوارات ونقاشات واسعة هدفها جميعا كان تجويد العملية الانتخابية، وكما سبق وذكرت للجسم الإعلامي الأردني بكافة أشكاله أن يفاخر أنه قام بالدور المهني على أعلى مستوى، وبذلك رفض العملية الديمقراطية الأردنية بما تستحق، ونتطلع لأن يستمر هذا النهج، ونحن على ثقة أنه سيكون كذلك وصولا ليوم 15/8 الأردن ينتخب. هذا الدليل دليل الإعلامي لتغطية الانتخابات اللامركزية يحاول أن يساعد الصحفيين على توفير وتطوير معارفهم ومهاراتهم، وهذا جزء من دور مركز حماية حرية الصحفيين في تعزيز مشاركة الإعلاميين ورقابتهم على الانتخابات المركزية والبلدية. رح يكون غير الدليل في عنا 4 ورشات تدريبية في هذا الأسبوع في عمان، ثم في إربد، ثم في البتراء، ويلي ذلك بعد الانتخابات ورشة أخرى في العقبة لتطوير تقارير المعمقة للإعلاميين في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية حتى يركزوا على أولويات المحافظات ومجالس المحافظات. المركز حماية حرية الصحفيين مش بيشتغل أول مرة في موضوع الانتخابات، في الانتخابات البرلمانية من حوالي 15-16 سنة هو بيشتغل في الموضوع. دورنا الأساسي في الرقابة على حق الصحفيين في التغطية المستقلة وضمان دور الصحفيين في التغطية المستقلة ومنع وتوفير الحماية لهم أثناء الانتخابات، هذا عدا عن احترافهم في تغطية الانتخابات. لذلك احنا بعثنا رسالة للدكتور خالد كلادة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بنحثه على منع تكرار الانتهاكات بحق الصحفيين وضمان عملهم بكل حرية واستقلالية. هذا هو الدور الأساسي اللي بيركز عليه مركز حماية الصحفيين. بنركز باتجاهين، في عنا مهامنا في موضوع توعية الصحفيين في مهاراتهم المعارفهم، وبنفس الوقت في حمايتهم، وهذا اللي بنركز عليه وبنعمل عليه دائما. الدليل الإعلامي يهدف لتغطية الانتخابات اللامركزية الذي يهدف إلى مساعدة الصحفيين للقيام بتغطية مستقلة ومحترفة لها عبر تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعريفهم بالأطر القانونية الناظمة للانتخابات وأفضل الطرائق لمراقبتها والمعايير المهنية والأخلاقية التي يجب عليهم الالتزام بها.